يعني احنا اللي قابل ان نهجر اذا غلب علينا الم او مرض او مصيبه، واحنا قابل ننسى، قابل نتوه، قابل نضيع، قابل نغلق. فلذلك نحتاج الى موثقين يوثقوننا. تلتفت الى نفسك يعني، واحتاج الى انسان، نحتاج انسان يوثقك، لانك قابل لهذه القضايا ممكن في حقك. ما غلطان انت، كان قواك زين. اذا كان النبي بهذه المثابه، اذا الوحي الذي نزل عليه في اخر حياته وبلغه للناس من ولايه علي في حجه الوداع، وهي اول حجه واخر حجه للنبي صلى الله عليه واله بعد الهجره، من الايات الاحكام التي نزلت، وما وليس بينها وبين وفاه رسول الله صلى الله عليه واله الا ايام. إذا ممكن أننا لا نأخذ هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله قالها وهو في حالة لا يؤخذ قوله، لا يؤخذ ولا يعول على قوله، لأنه قالها وهو مخرف، استغفر الله، قالها وقد غلب عليه الوجع. يمكن نسي في سائر حياته شيئا من الوحي، لأن الذي قابل إلى أن يهجر، قابل إلى أن ينسى، قابل إلى أن يغلط. شلون أنت تجي تعتمد على نبي، على نبي قابل الغلط، قابل النسيان والخطيئة، يوم من الأيام يمكن أن يهجر. شوف شلون وجهت صفعة لدعوة محمد عنيفة. الصفعة العنيفة مو أنه قالها، ما قالها جاهل ولا مغفل ولا فلتة خرجت من لسانه، إنما قالها رجل قد أحكم القضية، وقالها وقد دبر لها واختار الوقت المناسب لها حتى تبقى عقيدة يعتقدها إن لم يكن 80% من المسلمين، مثلا 10% من المسلمين، فليكن 5% من المسلمين نواة لمقاومة فكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وإجي ضربة أخرى، اجي ضربة أخرى ترتبت عليها حروب الردة، ترتبت عليها الردة وأعمال الردة من نفس قائل هذه الكلمة، وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله قال إن محمدا لم يمت. ليش لم يمت؟ يعني تعالوا نناقش نبوة محمد بن عبد الله، ونناقش عيسى الذي رفعه الله ولم يمت. فإذا كنتم تعتقدون بأن محمدا قد مات، إذن النبوة باطلة. يعني يقول احنا نعتقد بأن النبي لا يموت، لا يموت. الأولى، الموقف الأول، كلما ذكرته الصحابة بكوا الصحابة الخلص الفضلاء، وكان ذلك الموقف حدث فيما يصادف هذا اليوم، وهو يوم الخميس، وهو اليوم الذي إذا ذكره ابن عباس يبكي. وقد رؤي ابن عباس ودموعه تتقاطر على لحيته وهو يقول يوم الخميس، يقول الراوي ثم ينحني يطأطأ رأسه ويبكي فيقول وما أدراك ما يوم الخميس، يوم اشتدت على رسول الله علته وقال علي بدوات وكتيب، اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فقال فاختلفوا بحضرته وتشاجروا، ولا ينبغي عند نبي تشاجر. لما افاق قالوا يا رسول الله ألا نأتيك بما تريد؟ قال بعد الذي قلتم فلا. فتفرق الناس عنه، أمر أن يقوموا، قوموا عني، تفرقوا عنه جميعا. وقد علم أيضا بأنهم قد خالفوه في عدم تنفيذ جيش أسامة وأمرهم بذلك، وقد ضعف النبي صلى الله عليه وآله واشتد به المرض، فدعا بعلي بن ابي طالب. تقول ام المؤمنين عائشه فدعونا له ابا بكر، ف
فلم يكلمه. ثم دعونا له عمر، ثم قالت أم سلمة ادعوا له عليا فإني لا أراه إلا يريد علي بن أبي طالب. فجاء علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفتح رسول الله باعه واحتضنه إليه تحت ردائه أو تحت ذلك الثوب، وأخذ يساره. فسئل علي عليه السلام ما الذي قال لك رسول الله؟ قال علمني رسول الله من العلم ألف باب، ينفتح لي من كل باب ألف باب. هذه هي مسارات النبي لعلي بن أبي طالب، وأوصاه بأمره وأوصاه على ولده. وهذا علي القاضي ديني ومنجز وعدي، وهو وزيري وخليفتي ووصيي عليكم. يقول تقول الرواية: فجاء الحسن والحسين فارتميا على صدر جدهما المصطفى يبكيان. قال علي بن أبي طالب: فأردت أن أنحيهما عن جسد النبي؟ فقال: يا علي دعهما يشماني وأشمهما ويودعاني وأودعهما. فأخذ النبي يشم الحسنين، وإذا بفاطمة قد جاءت وقد فاضت عينها من الدموع، محزونة القلب باكية العين، وألقت بنفسها على والدها وقد أغمي عليه، وما أفاق إلا وفاطمة تقرأ هذه الأبيات لعمها أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تمال اليتامى عصمة للأرامل، قال لها بني لا تقولي هكذا فإنه قول عمك أبي طالب، ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم دعا بعلي عليه السلام وضمه إليه. اجتمع عنده أهل البيت وجماعة من الصحابة يقولون: وجه علي عليه السلام سؤاله إلى النبي وهو يراه قد فاضت عينه بالدموع يبكي. قال له: مما تبكي يا رسول الله؟ اليوم المصيبة مصيبة فاطمة، مما تبكي يا رسول الله؟ قال: أبكي لغبن في صدور أناس يظهرونه لك بعد وفاتي. قال: أضع سيفي على غاربهم. وهذا علي بن أبي طالب قال: لا يا أبا الحسن، أوصيك بالصبر الصبر، لكن لا تتفاجأ يا علي بالأحداث، ترى النتائج ما يتوقعها مسلم، لأن ما حد يتوقع أن أمة محمد راح تضرب بنت محمد أو راح تحرق بيت فاطمة عليها. لا تتفاجأ يا أبا الحسن بهذه الأحداث، رسول الله يقصها عليه، ينهبون حقك، ينصبونك، يفعلون كذا وكذا، يقول كل هين هذا في سبيل الله، أنا أصبر على كل شيء، ألزم بيتي وأقعد. قال: يا أبا الحسن، يأتونك إلى بيتك راح يقتحمون عليك البيت. قال: أصبر يا رسول الله. قال: بعد عندي حشاية تقص على كل غيور يا علي. قال: تضرب زوجتك، صعبة، تضرب زوجتك وأنت بمسمع ومنظر. قال له: أصبر، يعني امتثالا لأمر رسول الله وحكمة رسول الله. تتصور هذا الرجل الغيور، هذا البطل الصنديد الذي سيفه جلى الكتائب عن النبي صلى الله عليه وآله، وخاض به غمار الحروب، وهزم الجيوش، وقتل صناديد العرب وأبطالهم، وإذا السيف في حضنه، وهو جالس والقرآن أمامه، وهو يسمع فاطمة وراء الباب تنادي: يا فضة يا فضة. وعلي قاعد بالدار. خل نشوف مدير الأحزان ابن طاووس ماذا يقول. يقول عن لسان صراك أو عن لسان قنفذ، يقول: بعثوني إلى بيت فاطمة
فأتيت إلى الباب حاولت فتحه، يعني طرشوه للهجوم فلم أتمكن، لأن فاطمة وراء الباب تدفع الباب بيدها، لأنها بلا خمار، ما عليها حجاب، مرأة وعد زوجها وبيتها وبين أولادها، وهذول جايين يهجمون على البيت. دفعته بيدها، يقول قنبد: فرفعت صوتي وألمتها على كفيها، أحست بحرارة السوء، خلت عن الباب ولادت بين الباب والجدار تتحجب. يقول: أحسست بها وراء الباب، فركلت الباب برجلي. يقول: هني لما أنا رصعت الزهراء بين الباب والجدار، سمعت لها زفيرا وشهيقا، كنت أن أميل وأنقلب، فذكرت كيد محمد وسحره، وأضغى أن علي ونوغه في دماء صناديد العرب، فركلت الباب برجلي. هنا صرخت فاطمة: يا فضة إليك خذيني، فقد أسقط ما في أحشائي، بالعجل دركيني، وابو الحسنين شوفي، خبري عن حالي وعن ظلم التحت بيه. صاحت: يا بنت المصطفى حيدر مشوا بيه، وقلبه على جمر الغضل اجلش تطوى. فاطمه لما اذبت المسمار في صدرها، وانكسر ضلعان من جنبيها، وسقط له جنينها، وقعت خلف الباب مغشيا عليها. ولما افاقت قالت: اين انت يا فضه؟ نظرت يمينا وشمالا في الحجره، قالت: ادعي لي علي. وانا ابو حسين ما يدري ما الذي حدث في ابي، ما الذي جرى علي. قالت: يا فاطمه، ان عليا خرجوا به ملبا. صاحت: ان كان طلعوا بالوصي، قوم اطلعيني، انسيت العصر بالباب وتسك جنيني، قوموا نروح القبر جدكم يا بنيني. ورد اخبرها بي الدهر بعده اش سوى، طلعت وان تشوف حيدر قايدين. ما ادري من اللي من اصحاب علي يسولف هذه القضيه، يقول: انا متعجب من هذا البطل الشجاع الصنديد، هذا الفارس القوي علي بن ابي طالب، يقيدون بحمائل سيفه، لو بحبل برتبه علي بن ابي طالب، اذا هرول هرول، واذا وقف وقف، ما يحرك ايده ولا يرفع ايده ولا يتكلم بكلمه واحده. واذا به ينظر علي العجب في وجهه، وقال: يا هذا لعله عمار، يا عمار انظر ورائي، تتعجب مني؟ انا اتعجب من فعل الامه، ايش سوت الامه ببنت محمد؟ انظر ورائي، ترى ما هو اعجب واعجب. فنظرت خلف علي واذا فاطمه وقد وضعت يدها على صدرها، والدم يجري من خاصرتها، وهي تقوم وتتعثر، والصوت يتلوى على وتر. Yeah.
صبت على الايام صرنا ليالي يا صاحت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف خانت الام عهودنا ونسيت المعروف والصوت طربوني وعلي قادو مجدوف وسلمت لله وصابره والصبر جمدوب جمدوب انا اصطبر وقلبي كله جروح التاكل بيام الله يمنعوها من النوح يا ياب كل يوم اخذ السبطين واروح بين القبور اقعد ونرجع وقت الغروب يا ملالي الضاف العدش العرض لالي اقعد بحر الشمس من حالي اطفالي وارجع وعاين من برك يا الذي حاضر هذه القضية وهذه المشكلة التي صبت على اهل البيت سلمان الفارسي يقول بعضهم هذا الذي يشكل هذه الرواية في قصيدة او شعر او رجوزة يقول سليم او سليم بن قيس لما يشوف سلمان يسأله يقول هذه الأخبار اللي وردتنا عن أمة محمد يقولون دخلوا على فاطمة البيت يقولون كسروا ضلوعها وطبوا عليها داخل البيت أصحيح؟ قال سليمون قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكونوا استئذانوا قال بلى وعزتي الجباري وما على الزهراء من خماري اشتوت لكنها لادت وراء الباب رعاية للصان والحجاب فمد رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي ان تموت حسرا صاحت ايا فضت ادركني فقدوا ربي اسقطوا جنيني واسقطت بنت النبي وحسنا جنينها ذاك المسمى يا الله نسألك اللهم وندعوك يا حب الخلق إليك محمد وآله شافي مرضانا وارحم موتانا